اسمحوا لي أن أرحب بكم جميعا وبشكل خاص بصاحب الرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي الذي لولا إيمانه بلبنان لما حمل كرة النار وتحمل المسؤوليات الوطنية الكبيرة في هذه الظروف. فبالرغم من الاستحقاقات الضاغطة والوضع الحرج في البلاد يشرفنا بحضوره الكريم، وهذا إن دل على شيء فعلى دعمه ورعايته لنجاح المؤسسات الوطنية. دولة الرئيس، يسعدنا تشريفكم اليوم، فزيارتكم شرف لنا وإسراء لهذه المؤسسة ومسيرتها وقوة دعم ستزيدنا حرصا على العمل والعطاء المستمر لما فيه خير لبنان. على وجهك دولة الرئيس، الخميس الماضي تبلغنا من الشركة اللي عم تتابع معنا موضوع الحصول على شهادة ايزو انه نحن حصلنا على شهادتين سوا، شهادة الايزو الجودي 9001 وشهادة الصحة والسلامة المهنية 45001. ولابد لنا هنا من التنويه بالتعاون المثمر مع وزارة المالية ممثلة بمعالي الوزير الأخ والصديق الدكتور يوسف الخليل الذي يبدي حرصا دائما على تبني مشاريع الرجي ومبادراتها وتأمين استمرارية عملنا في كل الظروف. بالمناسبة بنوه بوجود معالي وزير الصناعة بيناتنا. دولة الرئيس، من الذي قال أن المرافق العامة لا تنجح؟ نحن في الرجي تعهدنا أن نثبت العكس عند كل محطة وكل استحقاق. فمنذ أن تولينا المسؤولية في هذه المؤسسة كتبنا على أنفسنا السير في طريق التطوير المستمر، وصممنا على أن نجعل من هذه المؤسسة نموذجا فعالا للمرافق العامة. فكانت مسيرتنا مسيرة نجاح مستمر، وفي مسيرة نجاح الرجي ليس هناك خط نهاية. أما الأسباب دولة الرئيس فهي بسيطة جدا. أولا، علاقتنا بالقطاع الخاص لم تكن يوما تنافسية مع أن عقدة القطاع الخاص، بل مبنية على مفهوم الشراكة. فأوكلناه بعض نشاطات الرجي التي نعتقد بأننا كمرفق عام لا نجيد إدارتها، على سبيل المثال كإدارة أعمال الاستشفاء وأعمال المعلوماتية والنقل والحراسي والدعم التقني وغيرها. هذا الشيء سمحنا ننزل عددنا من 5000 موظف 1970 كنا لحدود 680 موظف نحن مع دولة الرئيس، في حين تضخم القطاع العام بلبنان بكل المطارح أضعاف مضاعفة. ثانيا، فريق عمل متجانس منتمي للمؤسسة، مسؤول ملتزم فعال، بدءا من لجنة زملائي في لجنة الإدارة وصولا إلى الأقسام التنفيذية. ثالثا، كفاءات فريق العمل التي عملنا على تطويرها إداريا وفنيا للارتقاء بأسرة الرجي نحو التميز والاحتراف من خلال التدريب وتمكين القدرات المستمر. بالأمس كرمت الرجي برعاية وحضور معالي وزير المالية 35 أجير كانوا قد نالوا شهادات تخصصية من أهم الجامعات الأمريكية والأوروبية واللبنانية. هنوا بالوظيفة دولة الرئيس، ساعدنيهم واشتغلوا على حالهم لحتى حصلوا على من هارفارد لأهم جامعات فرنسا للجامعة الأمريكية بلبنان، حصلوا على شهادات NBA ماستر وإلى ما هنالك. رابعا، روح الانتماء الوطني الذي عززناها في المؤسسة لتكون عابرة للطوائف والمذاهب والصراعات السياسية. خامسا، المسؤولية المجتمعية التي ترجمناها من خلال تطبيق استراتيجية التنمية المستدامة، والتي نسعى فيها إلى أنسنة عملنا من خلال تنمية قرى زراعة التبغ والتنباك، بحيث نفذت الرجي من خلال البلديات أكثر من 248 مشروع تنموي في عكار والجنوب والبقاع تم تمويلها قبل العام 2019. بالأمس افتتحت الرجي قاعة اجتماعية في بلدة زوق الحصنية في عكار، وتعتزم افتتاح قاعة أخرى بعد شهر من اليوم في بلدة مارطومة في عكار، كما سيكون لنا حفل تسليم شاحنة صهريج للمياه ببلدة صفد البطيخ في النبطية.
إن هذا كله تمول قبل 2019 قبل صدور المادة 32. إننا نغتنم حضوركم بيننا دولة الرئيس مناسبة للمطالبة مجددا بتعديل المادة 32 من قانون موازنة 2020، بحيث يسمح من جديد للإدارات العامة التي تربح ماليا من تخصيص جزء بسيط جدا لو نسبة بالألف، أن تخصص جزءا بسيط من أرباحها لدعم مشاريع التنمية المحلية. نحن شفنا دولة الرئيس أنه بمبالغ زهيدة جدا قدرنا نعمل 248 مشروع وبسرعة، ما في لا سمسرة ولا شيء. البلدية بتقدم مشروع، نحن منساهم بجزء أساسي منه، هي بتكفي البيئة من العريضة للناقورة، وانجزت عشرات المشاريع من أقنية المي إلى برق تجميع المياه إلى حفر أبار إلى 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 مهنالي. فهل يعقل أن تتساوى المشاريع الهادفة ذات الفائدة الاجتماعية مع دعم جمعيات وهمية؟ اجوا لغوا كل شيء، يعني طب إنه قلوا الصالح وطلعوا من الطالح، لغوا كل شيء مع بعضه. وبعدين موضوع التنمية المستدامة ما عادش قصة، يعني قصة طرف. كل الشركات بالعالم المتطورة بتخصص جزء من أرباحها ولو بسيط جدا. نحن ما عم نخصص نفتح حسابنا، نحن من خلال موافقات وزارة المالية مثل بسطة الوصاية. بالعودة إلى موضوع لقائنا اليوم، احتفاء بإنجازين جديدين يضافان إلى سجل هذا المرفق الوطني. أولاً، إطلاق خط إنتاج جديد يضاف إلى خطوط إنتاجنا 13 بمعدات تعبئة إيطالية وماكينات لف ألمانية وبطاقة إنتاجية تبلغ 8000 سيجارة في الدقيقة. ثاني، حيث أصبحنا اليوم ننتج 62 صنفاً عالمياً ووطنياً من السجائر في الحدث، وثلاث أصناف معسل ب 26 نكهة في مؤسسة البترون. وإن شاء الله سيتم تركيب خط إنتاج جديد خلال نيسان المقبل ليصبح عدد الخطوط الإنتاجية 15 خط. أما هدف دعوتنا الثاني فهو إطلاق الطابع المرمز في خطوة تصب ضمن استراتيجية مكافحة التهريب، تماشياً مع الممارسات الدولية فيما يتعلق ببروتوكول منظمة الصحة العالمية في محاربة الإتجار غير المشروع، ويأتي ذلك استكمالاً للمؤتمر الوطني الأول لمكافحة التجارة غير المشروعة التي نظمته الريجي في العام 2018 وشاركت حوالي 26 دولة فيه. أما جهاز مكافحة التهريب التابع للريجي فيحقق نجاحات مستمرة، إضافة إلى اعتمادنا معادلة تجارية لبيع المنتجات التبغية تأخذ بعين الاعتبار معدلاً متوسطاً لسعر صرف الدولار كان لها أثر فعال في تخفيف نسبة التهريب. أما على الصعيد الزراعي فتستمر الريجي بدعم 25,000 أسرة مزارع لبناني من خلال شراء محاصيلهم. سنة اشترينا نقداً بالدولار بعد ما وافق معالي في خطوة تهدف إلى دعمهم وعودتهم إلى الزراعة. أيها الحضور الكريم، إذا كنا نستعرض من إنجازاتنا هذه أمامكم فليس من باب الاعتداد بالنفس، بل باب التأكيد على أن مرافق الدولة يمكن أن تكون دعامة اقتصادية للوطن إذا ما توفرت الإرادة والرعاية. وخير دليل على ذلك الأرقام ونتائج الأعمال التي تم ذكرها في الفيلم. وعلى الرغم أن نتائج الأعمال المحققة في العام 2022 تصدر في نهاية شهر آذار كالعادة، إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن أرباح الريجي للعام 2022 سوف تتخطى 1350 مليار مصححة. هل هي مصححة؟ بيعرفوها جماعة المال. أما لمحبي المزايدات التي يطالعنا بها البعض بسذاجة عند كل محطة ناصعة في سجلنا مطالبا بإلغاء المونوبول مثل ما عملوا مع المدليس، عم يعملوا معنا نفس القصة. فلهؤلاء نقول ضعوا غايتكم الشخصية جانبا في شر البلية ما يضحك. بمطالبتكم بإنهاء المونوبول تطالبون باحتكار المهربين. بمطالبتكم بوضع اليد على هذا القطاع المنتج تقطعون على خزينة الدولة مداخيلها. بهجومكم على الريجي تقضون على شبكة الأمان للمزارعين فحذار ممن أنتم مطالبون. طبعا بالمناسبة مع الأسف الشديد، يعني حدا بيكون بموعد متقدم سابقا وزاريا يعني بيطلع بيحكي حكي مضحك. ليه؟ لمن بادرنا مؤخرا بأطروحة مطولة عن تصنيع المعسل باستخدام التنباك اللبناني والتبغ اللبناني. نلفت بأنه ليش عم تجيبوا شركات عالمية جابان توباكو وتجيبوا كذا تصنع عندكم؟ ما اشتروا الدخان من المزارعين مثل ما عم تشتروا صنعوا انتم.
فإن الطبوخ الشرقية والتنبك اللبناني خاصة لا يدخل في عملية تصنيع المعسل. إذا نبلش من هون سقفه فتعتير يعني البيئة شو بدنا نحكي فيه. فمن الأجدل مثله إلى عدم التحدث بمواضيع هم بعيدون كل البعد عنها، لأنه بس من باب المعلومات أنه التنبك المعسل بيدخل فيه تبغ فرجيني أوروبي، ما بيدخل فيه لا تبغ شرقي ولا تنبك. دولة الرئيس نقدر زيارتكم كأول رئيس حكومة لبنانية يحل ضيفا على الرجيم. ليشارك ويشهد على تحقق إنجازاتها، ونسمن ثقتكم برؤيتنا وإرادتنا في تحقيق الأفضل لاقتصاد لبنان والصناعة الوطنية. مرة واثنان وثلاثة نشكر حضوركم دولة الرئيس، ونشكر حضور ضيافنا الكرام، على أمل اللقاء للاحتفال بإنجاز جديد إن شاء الله، وشكرا. صراحة ما إلها نهاية، ابن العزم والسعادة، ابن ترابوز، العزم على خدمة لبنان، العزم على مواجهة الصعوبات وعلى تحمل المسؤولية بأقصى ظروف، لترجع السعادة والعزم لكل اللبنانيين. دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي، بشرفنا أنك تكون معنا. صباح الخير أيها الحفل الكريم، يسعدني اليوم أن أكون بينكم لنشهد معا على نجاح جديد لمصلحة إدارة التبغ والتنباك واللبنانية، ولنعاين عن كثب قصة مؤسسة عامة استطاعت أن تصل إلى العالمية بفعل رؤية القيمين عليها وحسن إدارتها. وما يهمنا أن تستمر قصة هذه الربحية مع المواءمة بين تخفيض الأكلاف الاجتماعية للتدخين وتراجع الفاتورة الصحية بخفض عدد المدخنين، وبين رفع الأسعار لتحقيق الموارد اللازمة وحصر نسبة المستهلكين. كان التبو علامة للعولمة، وقد تمكنت هذه السلوكيات الضارة من التغلغل في هويات الشعوب قبل أن تظهر الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ المنبثقة عن منظمة الصحة العالمية. جئنا اليوم، جئنا إليكم كي ننوه بجهودكم في ترميز نتاجكم. لما لذلك من انعكاسات على تتبع المنتجات التبغية ومنع تزويرها وتهريبها صونا للموارد المائية المالية للدولة. أتينا لنقول أننا نستطيع كدولة إدارة قطاعات إنتاجية واستثمارية بنجاح، على شرط أن نعرف ويعرف القيمون عليها لاستجابة متطلبات الأسواق بعقلية القطاع الخاص. الرجي تقتصر حكاية شركة مملوكة من الدولة تمكنت من تطويع السياسة والدعم السياسي لا لتحقيق المصلحة الخاصة بل لخدمة المصالح العامة. فالرجي تمكنت من تحويل تحديات البلد الكثيرة إلى فرص جديدة. الرجي اليوم تضمن تثبيت المزارعين في أرضهم في الجنوب والبقاع والشمال وتدعم إنتاجهم، ولكن بات لزاما التفكير في ترشيد هذا الدعم كي يصل إلى المزارع الحقيقي فينتج محصولا بقيمة اقتصادية. علينا كحكومة توفير الأرضية المؤسساتية لنمو القطاعات الإنتاجية، وعليكم استكمال مسيرة النجاح لتأمين استدامة رفد الخزينة بالمداخيل مع العمل على خفض الأكلاف الاجتماعية للتدخين عبر زيادة الأسعار وخفض أعداد المدخنين بوسائلكم المالية. أيها الحفل الكريم، أتينا إليكم اليوم بعد جلسة للحكومة اتخذنا فيها سلسلة قرارات ملحة تحاول معالجة الأوضاع المالية المتدهورة للموظفين لتأمين استمرارية المرافق العامة وإدارة الدولة. ولكن لابد أن أخرج خارج النص وأقول أننا ما قمنا به اليوم مجلس وزراء لم نقم بأي عمل ارتجالي، بل طلبنا تأجيل هذه القرارات لفترة زمنية قصيرة جدا
لكي نتمكن أن تأتينا كل الأرقام المالية من قبل وزارة المالية، لأننا بصراحة لا نستطيع ولا بشكل من الأشكال أن نقوم بمصاريف إضافية ودفع أمور مالية دون أن نعرف الواردات الأساسية للدولة. ولا قرقون قد قمنا بعمل حقيقة إجرامي بحق الدولة اللبنانية وبحق المواطنين، لأنه لهذا السبب أعد الموظفين جميعا بأننا سنتابع هذا الأمر معهم، سنتابع هذا الأمر مع كل الموظفين خلال فترة أسبوعين على أقصى حد، لكي تأتي الواردات المالية والأرقام المالية من قبل وزارة المالية، لكي نأخذ القرارات اللازمة. لأن لا نستطيع أن نزيد لفريق ولا نزيد لآخر، لا نستطيع أن نعطي بدلات لفريق ولا نعطي لآخر، لا نستطيع أن نزيد بدل إنتاجية ولا ننظر إلى المتقاعدين من العسكريين وغيرهم. فهذا الأمور شاملة جدا وصعبة جدا، ولكن سنسعى بإذن الله عندما تكون هذه الأرقام متوافرة بأن نقوم بما علينا أن نقوم به. نحن كلنا أمل وعزم بأننا سننجح في تجاوز هذه الظروف الصعبة التي نمر بها وتخفيف أوجاع الناس وهمومهم، ولكن الأمر يحتاج بالتأكيد إلى تعاون الجميع لنمضي معا في ورشة الإصلاحات المطلوبة التي تفتح أمام وطننا فرصة جديدة للدعم والمساندة بتنا في أمس الحاجة إليها لتجاوز الواقع الصعب التي نمر به. يجب أن يبقى البلد قضيتنا، وما النجاحات إلا وضمات برسمنا جميعا وسط هذا الانهيار والسواد. فلا يجوز أن نستسلم، ولن نستسلم بإذن الله، وخاصة نحن اليوم في إدارة أثبتت نجاحا كبيرا، وهي مثل يحتذى به بكل من الكلمة من معنى من إدارتها الرشيدة ورؤيتها الثاقبة. فمبروك لكم، وأنا أعتز أنني أحضر اليوم حاليا لهذه المؤسسة، وأكبر شكرا لكم.